وأكد جلالة الملك قد عاد إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية شملت جمهوريتي كوزوفو والنمسا ومملكة إسبانيا. وعقد جلالته خلال الجولة لقاءات مع زعماء تلك الدول وكبار المسؤولين فيها وفعاليات سياسية برلمانية واقتصادية وفكرية، بحث معهم آليات تعزيز علاقات الأردن مع بلدانهم في شتى الميادين، فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. يزن الرماوي يسلط في تقريره التالي الضوء على أبرز محطات جولة جلالته. في العاصمة الإسبانية مدريد التي اختتم جلالة الملك منها جولته الأوروبية، أجرى جلالته مباحثات مع ملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس الوزراء ماريانو راخوي، تناولت علاقات الصداقة بين البلدين بالإضافة إلى استعراض مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، لا سيما المتعلقة منها بخطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة وسبل التعامل معه ضمن منهج شمولي، علاوة على بحث آخر مستجدات الأزمة السورية وأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد الأردني لرجال الأعمال الإسبان في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية. وخلال زيارته إلى مقر شركة إياد إسكاسا المتخصصة في صناعة طائرات الشحن والنقل العسكرية في مدينة خيتاف الإسبانية، اطلع جلالة على التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمدها الشركة التابعة لشركة إيرباص باعتبارها من أفضل الشركات المصنعة في هذا المجال عالمياً. وفي فيينا التي كانت المحطة الثانية لزيارة العمل الملكية، التقى جلالته الرئيس النمساوي هانس فيشر وبحث معه العلاقات الأردنية النمساوية على المستويين الثنائي والدولي، وفي إطار شراكة الأردن المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن العام المقبل سيشهد الذكرى 60 لتأسيس العلاقات بين البلدين، فضلا عن بحث تطورات الإرهاب الدولي. This is a global war against terror. We're all outraged with what happened in Paris recently. And you and I have talked many times how we all need to come together in this global environment, in this global threat, to have a holistic approach on how we deal with this challenge. كما ناقش جلالة الملك خلال لقائه أعضاء ورجال أعمال في اتحاد الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والنمسا، مستعرضا عددا من مزايا الاقتصاد الوطني. We have created a 10-year new economic plan to be able to take care of this. We have completed an IMF program to correct the imbalances in our economy. We've generated a new private-public partnership and investment laws to be able to deal with the challenges that we have. And as a result, the reform has enabled us to relaunch our economy in 2014. And we're now the second highest growth in the MENA region of the oil-importing nations. وكان جلالة الملك استهل جولة العمل الأوروبية بزيارة إلى جمهورية كوسوفو، حيث أكد جلالته ورئيستها عاطفة آغا ورئيس وزرائها عيسى مصطفى الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، وبما يسهم في إطلاق شراكات اقتصادية مثمرة، كما تم بحث القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب.